انتصار مهم يؤكد الانتصار ديال الجولة الأولى بأكادير. أظن بأنه أولا تنشكر اللاعبين والطاقم التقني والطبي والإداري وجميع المكونات الفريق، تنهديو هذا الفوز للأنصار ديالنا رغم غيابهم على المدرجات. من ناحية التقنية أظن أنه قراءتنا كانت جيدة للخصم، إحنا نعلم بأن لجوه كلي دراجة هو أنس الزنيتي، وإحنا كنا تنعرفوا كذلك مسبقا بأن المخزون البدني ديالنا المتوفر والنقص في الجاهزية قد يؤثر علينا وعلى الأداء ديالنا في الشوط الثاني. أظن بأنه كنا عازمين باش نديروا لهم صعوبات خروج الكرة وهذا ما حدث، ضغطنا عليهم ضغط عالي، أظن بأنهم فشلوا في إيجاد الحلول. فوالا مسألة عادية في الشوط الثاني، هما حنا باش نحافظوا على النتيجة ما طلبناش اللاعبين باش يتراجعوا، لكن العياء لأنه تتعرفوا بأن أنت تضغط بشكل عالي و اغريسيف، يعني تي دوموندي سا دوموند دو لينيرجي وواحد التركيز كبير. ولحقاش الراجا انهكونا بلا موبيليتي، تيتحركوا كثير وتنعرفوهم بانهم تركزوا تيدوزوا في الاطراف. على داك الشيء في منتصف الشوط الثاني كنا مجبرين باش نبدلوا لو سيستيم وخرجنا مهاجم وفي الميليو تيران زنا لوزونج كوم سا باش ما يخلقوش علينا الزياده العدديه في الاطراف. اكتفوا يعني بعرضيات كان مجملها كانت من نصيب بدر الدين بن عاشور اللي بوغ موا رجل المقابله بامتياز. فوالا الهدف الوحيد اللي كان سهو، ما فوالا سهو، مي شي تري كونتون جلوبالمون دو لا بريستاسيون دو مي جوغ، هنيئا لهم. وفوالا ما غاديش نتكلموا على امور اخرى. بونس كو ما كاينش سر يعني في تحقيق فوزين على التوالي. الفوز هو جي ان كوموندو، زعما جي دي زوم دي بيرسون دو بون فامي قبل ما يكونوا دي جوغ، باسكو لو تالون لي وحدي غير كافي. سي فري تنشتغلوا بشكل جيد، تنعتمدوا كذلك على نحترموا خصومنا، تنحلهم بشكل دقيق. بون فوالا، مي سور لو تيران تندخلوا الند للند، يعني لا نبالغ في الاحترام. يعني ضربه البدايه سي زعما ما تنشوفوا لا الحمولة التاريخية للفريق الخصم، لا الجماهير ديالو، لا الترتيب ديالو، لا اللاعبين ديالو. حنا نؤمن بأن النجم في اتحاد طنجة هو لو كوليكتيف، هو المجموعة، هو الطريقة، هو لو بلون دو جو والانضباط ديال اللاعبين، باسكو هذا الشيء كله لاعبين منضبطين، سا سي امبورتون. اعترف بأن ما عندناش عمق في دكيات الاحتياط، دخلنا لاعبين شباب، مي خصنا نتعاونوا معاهم، يدخلوا ويغلطوا ونعاودوا يغلطوا، سي امبورتون. ليغور اي تيمان، اون دوا غوفوار لو ستاتيو دو ليغور. اشاك فوا تيغلط شي واحد تنزلوا عليه وتنتقدوه بحده، الوغ كو خصنا نشدوا بيديه، باسكو هادو هما اللاعبين ديال المستقبل، بوغ اسيغي لا بيرينيتي دو كلوب. سي با شاك اني نشريو 16 او 17، هذا هو سي فري انا واخد فيها لو ريسك، مي جاسوم زعما ما كاينش اشكال. لحد الان الامور تدوز بسلام، مي ننتظر يعني فتره انتقالات الشتويه، يعني بكل يعني باسكو اون ا بيزوان دو رونفور، محتاجين قطع غيار قادر على تقديم الاضافه. ما فوالا باش تكون منافسه اكثر، فوالا زعما ونخليونا ونشتغلوا، خليونا نوفروا لنا ظروف الاشتغال ونلتفوا حول الفريق. الولاء للشعار مش الاشخاص كيف ما كان اسمهم. احنا غادي نشتغلوا بالتركيبه البشريه المتوفره، انا تيق فيهم وانا العمل ديالي كمدرب كذلك باش ندور لي فيكتيف قصد الامكان دون المساسي بتوازن الفريق وبقوه الفريق كذلك باش يكون الانسجام الحاصل نحصلوا عليه. جو بونس كو ديجا خبرت اللاعبين بهذه الفكره. فوالا ا بارتير دو ماتش ديال كونتر الفوس في المحمديه ديمونش بروشان غادي يكونوا تغييرات، او موان 3 جوغ فون كومونسي الماتش، 3 زوتر فون سو ريبوزي، وهذا هو الفوتبول، هذا هو اللي كاين. انا ديجا لعبت غير جوج مقابلات، يعني اصلا 9 ما كايناش، من اصل 6 جبنا 6 توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. سينو هاد النتيجه يعني اي واحد غادي يكون فرحان، اما بلاص ميم لو ستاف في الفيستير كاين اجواء ايجابيه، وهذا تيزكي تزيد الثقه ديال اللاعبين فيا وفي لو ستاف. فوالا تتولي عندنا مصداقيه وشرعيه اكثر تو سامبلومون. جو لي ريميرسي باسكو لي جوور كي فون لونترينور ماشي العكس. فان او ماروك بونسوار، غود ايفنينغ ايفريبودي، اي ام سوري فور ذيس ريزولت توداي.
Really, that was the short time, and we have not too much squad players. But doesn't matter what's happened. That cannot be Raja. That was all of them. It's my mistake. And this team today was not at the level what they must. First half special, because we play 15, 21, 25. Then after we have the also game, and we have not enough squad to change some players. That is our problem for the moment. But inshallah, that will be better in future. About Kamara, there was the last game very good play, but tomorrow you will know what's happened with Kamara. Tomorrow we'll know what's happened with Kamara. About other players, you know that they have been going in the last week. We have no players, and what we have off the bench, that is not the player who can change the rhythm in the game. That is our problem. What? You know? They tell that Kamara was in squad before the news that gives you. That is normal. Kamara, when you know, everybody speak about the Kamara. But it, Kamara is not today very important for us. For us, it's important that we have not enough running. We have not enough running in the first half. That is also, I say, don't say nothing to the players. That is always my mistake. When you are like coach, want to change something, then you must change some tactical things. But when I want to change somebody, then I can only change some position inside the team. I cannot have the bench player who can come in to change something in the rhythm. That is my problem. That is my problem. And because of that, I say, it doesn't matter what's happened. I cannot say nothing wrong against the player, because last game Champions League, we beat 2-0. This game is not special for half. First half, we don't come inside in the game like I want. Second half was better, but we lose 3-1. We have our chance.